صباح الخير، ازيكم؟ طبعا احنا لازلنا في الظروف الصعبة، وعشان كده انا بحاول اني لما اقابلكم كل يوم الصبح احاول ارفع من معنوياتي انا الشخصية وارفع من معنوياتكم معايا ونفكر سوا في حاجات مفيدة. فالنهاردة قررت ان انا اجمع بعض الشكاوي وبعض الحاجات اللي انا قريتها على السوشيال ميديا اللي يعني حسيت انها هتخلي الفترة دي اصعب واصعب. وزي ما تقولوا كده نعمل مايند سيت شيفت. يعني ايه؟ يعني تحول في طريقة تفكيرنا وتناولنا للامور المختلفة في حياتنا في الوقت ده. فقعدت جمعت بعض الحاجات اللي انا قريتها ولقيتها الناس كاتباها وقعدت افكر فيها، فتوصلت لكذا نقطة. اول نقطة مثلا، ايه ده؟ ده احنا هنتحبس في البيت. لا، احنا مش محبوسين في البيت، احنا قاعدين في البيت في امان وفي استقرار مع اهلنا ومع ناسنا اللي احنا بنحبهم، بعيد عن اي خطر، بعيد عن اي شر. فمن بات امنا في سربه، افتكروا كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من بات آمنا في سربه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني خروجنا للكافيهات وقعدنا على القهاوي ونزلنا والكلام ده كله، مش هو ده الأمان على حسب اللي قاله سيدنا النبي، ولكن نحن نقعد في بيوتنا هو ده الأمان. النقطة الثانية، الكل هيتعدي. وفي دي فعلا انا قريتها، في ناس اللي هي جيرموفوب، اللي هم بيخافوا قوي 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 من انتقال العدوى. في ناس لان دي طبيعتها، وفي ناس لظروف مرضها او لظروف سنها. لا، احنا ممكن نسيطر على انتشار العدوى لو عملنا الحجر الصحي الذاتي. انا كلمتكم قبل كده وحتى كتبتها على السوشيال ميديا عندي، ان في نوعين من الحجر الصحي. الحجر الصحي المنظم اللي هو تبع وزارة الصحة، في مستشفى، في مكان حكومي او في مستشفى. والحجر الصحي الذاتي هو ان انا اللي بقعد وبقرر ان انا اقعد وما اختلطش مع الاخرين عشان اقلل فرص انتقال العدوى، وان انا منزلش في تجمعات زي ما حصل والناس نزلت في الشارع تعمل مظاهرة ضد الفيروس. يعني مش معقول وصلنا للدرجة دي. يعني احنا شعب نسبة التعليم فيه مش عالية، لكن مش للدرجة دي وصل بينا الغباء. الحاجة التانية كمان، ان الالتزام بالنظافة الشخصية، بأصول النظافة الشخصية العادية خالص، حتى مش الإجراءات المبالغ فيها، كافي جدا جدا بالحد من الانتشار، من حد بالحد من انتشار العدوى من شخص لشخص. فكده هنقلل احتمالات الإصابة بالعدوى. الحاجة اللي برضو قريتها، ايه ده؟ ده الحاجات اللي احنا مخزنينها هتخلص. لا، الحاجات اللي مخزنينها مش هتخلص ولا حاجة، لان في الاماكن المهمة زي المراكز الطبية، الصيدليات، المستشفيات، اماكن الاكل اللي بتعمل ديليفري، البقالات، كل الاماكن دي لسه مفتوحة. يعني اي حاجة ممكن تنقص عندنا في البيت ممكن ننزل نشتريها. الحاجة التانية كمان، ان احنا نرشد استهلاكنا لكل حاجة. وانا عملت حلقة قبل كده في انواع الهدر في حياتنا وفي الفترة دي بالذات، وازاي نرشد استهلاكنا بحيث ان احنا ما نستهلكش الحاجات اللي عندنا. واهم حاجة نعملها ان احنا ما نرميش حاجة، ما نطبخش فوق طاقتنا. الحاجة التانية كمان، ان احنا نقلل من كميات الاكل اللي احنا بناكلها، لان ما عدناش هنعمل النشاط البدني اللي كنا بنعمله في الاول. فنبتدي نقلل شوية من كميات الاكل اللي احنا بناكلها، ونحاول ان احنا نمنع نفسنا من الاكل علشان زهقانين والكلام ده كله. ف
فالمؤن مش هتخلص، الحاجات اللي موجودة مش هتخلص، الخير مش هيخلص، وأملنا في ربنا كبير. ايه تاني بقى النقطة التانية؟ الإشاعات والأخبار الكتيرة المتضاربة. يا جماعة أنا بقول لكم إحنا في حالة حرب، لكن حرب من نوع مختلف ما عدتش علينا قبل كده. آخر بانديميك عدت على العالم كانت سنة 1918، فطبعا مفيش مننا حد عاصر الكلام ده. الأوبئة اللي حصلت قبل كده زي أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور وسارس والكلام ده كله، كان انتشارها يعتبر محدود شوية مقارنة باللي احنا فيه دلوقتي. والفيروس دي برضو يعني الجهات الطبية كانت قادرة على التعامل معاها اكتر من دلوقتي شوية. فناخد بالنا، اتأكدوا من مصادر المعلومات. لما نشوف حد حاطط معلومة، لما نشوف حد حاطط حاجة، روحوا جوجل واكتبوا سيرش ودوروا وشوفوا، وشوفوا المصدر الاصلي للمعلومة، وشوفوا ده جاي منين. ايه تاني؟ ان لو عندي شك ولو نص من 100% ما تنشرش الخبر، ما تعملش شير. هنا ده بقى دلوقتي مش شير في الخير. ناخد بالنا قوي 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 من الحاجات اللي احنا بنعمل لها شير، من الافكار، من الحاجات اللي احنا بنروجها وبنساهم بترويجها للاخرين. واكبر غلط بنقع فيه، وانا نفسي وقعت فيه، هو لما نلاقي حاجة خبر غلط او حاجة غلط وننشرها ونكتب بس كده تعليق فوقيها، ايه الهبل دو، ايه الكلام الغلط اللي بيتنشر، ايه الكلام دو. ليه بقى؟ لاني اكتشفت ان الناس، في ناس ما بتقراش الجملة اللي احنا كاتبينها ان ده خبر غلط، وان احنا ما ينفعش ان احنا نصدق الكلام ده، وبنشرح ان الكلام ده غلط والكلام ده كله، وبيقروا الخبر وعادة ما بيتخطوش العنوان البراق اللي تم كتابته كتابة إعلامية براقة عشان يشد انتباهنا ونقراه، ومحدش بيفتح الخبر. انا بقى بقيت افتح الاخبار، وبقيت افتح المقالات الاصلية واشوف، الاقي ان دي مثلا دراسة، يعني تخيلوا مثلا دواء قالوا بيعالج الاعراض، اعراض الكوفيد 19، ادخل الاقي انها كانت دراسة محدودة لمدة 6 ايام على 26 عيان، واحد منهم مات، 3 راحوا للعناية المركزة، مش عارفة 4 منهم تحسنوا، الباقي ما تحسنش، مش عارف ايه. قريت، وعشان انا كمان بفهم احصاء ودرست احصاء ودرست كمان احصاء في المجالات الطبية، ألاقي إن دي دراسة محدودة ونتائجها غير مؤكدة، ولكن الخبر عنوانه مكتوب بطريقة تشد وبراقة، ومفيش حد بيكمل الخبر لغاية آخره، ومحدش بيشوف أصل الدراسة ولا أي حاجة. فناخد بالنا من الإشاعات والأخبار الكتير، وما ننقلش أي حاجة والسلام. من ضمن الحاجات، محدش عارف حاجة ولا فاهم حاجة. في أمور كتيرة قوي حوالينا لسه مش فاهمينها، لسه مش عارفينها. في حاجات ما نقدرش نسيطر عليها ولا نعمل عليها كنترول ولا نتحكم فيها، لكن في امور تانية في حياتنا نقدر نسيطر عليها ونقدر نتحكم فيها. فافكر كده، اللي انا اقدر اتحكم فيه واظبطه في حياتي هو ده اللي اركز عليه، واللي ما اقدرش اتحكم فيه اسيبه شوية، مش هو ده اللي يكون اصب عليه تركيزي في الوقت الحالي. احنا نقدر نركز نتحكم في افكارنا. كل ما الاقي نفسي بفكر في فكر سلبي، ارجع تاني اشد نفسي واقول لا، انا لازم احافظ على افكاري ايجابية وكويسة ومشرقة. ليه بقى؟ لان في الفترات دي بيحصل عبء نفسي وعقلي شديد جدا جدا، وزي ما مطلوب مننا ان احنا نحافظ على صحتنا البدنية، مفروض علينا ان احنا نحافظ على صحتنا العقلية والنفسية. واهم خطوة
في الحفاظ على صحتنا النفسية والعقلية هو ان احنا ما ننجرفش للأفكار اللي ممكن تخلينا ندخل في الاكتئاب وندخل في حالة من السوداوية واليأس والإحباط والكلام ده كله. فناخد بالنا، دي حاجة من الحاجات اللي احنا نقدر نسيطر عليها. ايه اللي نقدر نسيطر عليه تاني؟ نقدر نسيطر على كلامنا، نقدر نقرر ان احنا انا مش هتكلم بالطريقة دي، انا مش هقول هذا الكلام، انا مش هشتم، انا مش هنفعل، انا مش كذا، انا مش كذا، واخد القرار بيني وبين نفسي واقول للاخرين للي حواليا على القرار ده، واحاول استملهم ان هم كمان يعملوا الحاجات الكويسة اللي انا بعملها. اقدر اسيطر على افعالي، اتحكم في الاكل اللي انا باكله، اتحكم في الانشطة اللي انا بعملها، اجدول يومي، اقرر هروح فين مش هروح فين، هعمل ايه مش هعمل ايه، دي كلها في ايديا ان انا اتحكم فيها. في الوقت اللي فيه تخبط كثير اركز بس على الحاجات اللي انا قادر ان انا اكنترول واتحكم فيها ويعني تحت سيطرتي انا. اللي بعدها كده الملل هيقتلني. كان في نكته لطيفه خالص، شخص اصطاد دبانه ولفها بفتله، بيقول من كتر الملل اقنعت الدبانه انها كلب. جميل، حلو، لطيفه قوي الحاجات الظريفه دي. لكن فكروا كده، قبل ما يبقى فيه تلفزيون وقبل ما يبقى فيه سوشيال ميديا، هل كل الناس كانت بتنزل تقعد على قهاوي؟ هل كل الناس كانت بتنزل تقعد على كافيهات؟ هل كل الناس كانت بتطلع بره بيتها؟ للأسف الحاجات دي مش مخليانا نفكر ان في أنشطة كتير قوي 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 ممكن نعملها جوه البيت، وده ممكن يخلينا ما نحسش بالملل. فنحاول ان احنا نشغل وقتنا ووقت اسرتنا بانشطة مفيدة، ونحافظ على صحتنا وصحة اسرتنا، ان احنا نعمل تمارين خفيفة واكل صحي، واستخدم وسائل الاتصال المتاحة ليا بان انا اكلم الناس اللي انا بحبهم. الناس دلوقتي بتتواصل وهم بينهم الاف الاميال، في غمضة عين بنبقى شايفين بعض وبنكلم بعض وبنحكي مع بعض وبنضحك مع بعض وكل الكلام ده كله. عشان كده أنا حبيت أوريكم النهاردة الجدول اللي إحنا عاملينه لنفسنا وبنحاول إن إحنا نتبعه. مش هقولكم إن إحنا كل يوم بنعمل هذا الجدول وبنتبعه 100%، ولكن على قد ما بنقدر. مش عارفة هل أنتوا شايفين ولا لا. المهم أنا هقولكم هو إيه. أنا مقسمة اليوم لثلاث أجزاء: المورنينج، الروتين الصباحي، الروتين المسائي، والروتين الليلي. واتفر بقى صحينا امتى، او اي حد فينا صحي امتى، لان كل واحد فينا ممكن بيطبق هذا الجدول بشكل منفرد، لكن في حاجات بنعملها مع بعض. ان احنا ناخد شاور كل يوم، ان احنا نستحمى كل يوم، ما هم مش قاعدين في البيت بقى يعني هنسيب ريحتنا كده تبقى مش لطيفة. بنحاول نلبس هدوم كويسة، يا إما بنغير لهدوم بيت مريحة، يا إما بنلبس هدوم كاجوال، الهدوم اللي هي مريحة لكن شكلها ديسنت شوية، شكلها أنيق شوية، شيك. طبعا بنصلي كلنا الحمد لله، وبناكل الفطار بتاعنا. الفطار كل واحد فينا بيحب حاجة شكل، وكل واحد فينا بيفضل حاجة شكل، فيعني إيه، في حاجات بناكلها سوا مع بعض، لكن ممكن تلاقي واحد عامل له حاجة غير التاني. واهم حاجة ان احنا بنحاول نعمل استرتش، مجرد حركات كده بسيطة ان احنا نسترتش، نجري الدم في عروقنا شوية. بعد كده يا اما ستادي يا اما ورك. انا وجوزي بنشتغل لسه، يعني بنشتغل من البيت، فالفترة دي هي الفترة اللي احنا بنشتغل فيها. الولاد بيبقى عندهم دراسة ومذاكرة بيعملوها في الوسائل اللي هم بيستخدموها في الدراسة، بيقروا الكتب بتاعتهم، في منهم عندهم امتحانات بيستعدوا للامتحانات وهكذا. بعد الفترة بتاعت الدراسة دي حوالي كده ساعتين بنعمل حاجة ريكرييشنال، نقرأ،
انا غيرت ميعاد القرايه بتاعي، بدل ما كان الصبح بدري قوي خليته في وسط النهار كنوع من الديفيوز لنفسي. اللي بيتعلم جيتار بيروح يلعب جيتار، انا دلوقتي ابتديت اتعلم البيانو تاني. بنرسم، بنلون، بنعمل حاجات مختلفة. ابني قرر ان هو يتعلم السحر، اللي هو الألعاب السحرية والحاجات اللي هي بالكوتشينة والحاجات دي. وبنرجع نكمل شغل تاني او يكملوا الدراسة بتاعتهم تاني. دي المرة دي بتبقى يعني حاجة قصيرة، ما بتبقاش طويلة، يمكن ما بتزيدش عن ساعة. بعد كده بقى بندخل في الروتين المسائي، بيبقى فيه الغداء، بنحضر الغداء ونقعد نتغدى. ولما بنحضر الغداء بنبقى كلنا مع بعض في المطبخ، اللي بيقطع السلطة واللي بيغسل كذا واللي بيقلب حاجة على الحوض، بحيث ان كلنا نبقى مع بعض وبنغرف الاكل وبنحطه وبناكل. بعد كده بنظبط الدنيا اوام اوام في المطبخ، بنقعد نشرب شاي، وبعدين في وسط النهار بنعمل يوجا. اعتقد ان مهم جدا جدا، كنت عاملة تحدي من تحديات الاسبوع هو اليوجا، وكلمتكم اكتر من مرة عليه، وما كانش من الحاجات اللي مشهورة قوي والناس مستهترة بيها، لكن دلوقتي احنا محتاجين ده علشان عضلاتنا تتحرك وسترتش ونقوى، لان المحنة دي هتخلص. فمش عايزينها لما تخلص تبقى خدت صحتنا وخدت اعصابنا وخدت علاقاتنا كمان مع اسرتنا. فبنعمل شوية يوجا، ممكن بقى ايه نعمل اعباء منزلية شوية، نرتب حاجة، نروق حاجة، نكنس، نمسح الاماكن اللي هي باينة من الارض، يعني مش بشيل السجاجيد ونهدها، نعمل الغسيل، نكوي، كل الحاجات دي ممكن نعملها. الفترة بقى اللي بعدها ممكن يبقى فيها مذاكرة خفيفة، يعني مثلا ايه يقرأ شابتر، يقرأ حاجة في الكتاب، قراية كده 15 دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة بالكتير قوي. انا ممكن اجهز لحاجة مثلا هشتغلها، حاجة هعملها، اجمع معلومات عن حاجة، الكلام ده. وبعد كده بيبقى برضو فترة ريكرييشن، اللي عايز يلعب جيمز، اللي عايز يعزف مزيكا، اللي عايز يرسم. احيانا بيبقى في العاب ممكن نلعبها مع بعض، وبعدين نتعشى كلنا سوا، نفس اللي عملناه في الغداء برضو بنعمله في العشاء، ان احنا بنقعد نقف بنجهز مع بعض كلنا، اللي بيقطع حاجة واللي بيعمل حاجة، وبنقعد نتغدى وعلى طول نلم المطبخ اوام اوام. وبعد كده في اخر اليوم نبتدي نخش في العربي والقرآن، لان احنا بنحاول ان احنا نقرأ عربي في البيت. طبعا يعني ولادي دراستهم كلها بالانجليزي، والعربي مش هو اللغة الاولى عندنا كقراية وكتابة، لكن ككلام بنتكلم مع بعض عربي بلهجتنا المصرية، بيتكلموا عربي كويس، ونقرأ قرآن. وبعد كده بقى فترة مفتوحة، بقى كل واحد بقى ايه يقضي بقى اخر اليوم زي ما هو عايز. انا مثلا الفترة بتاعت بالليل دي قبل ما انام بفتح اليوتيوب واشوف الفيديوهات اللي موجودة واشوف الحاجات اللي موجودة خلال الفترات بتاعت الريكرييشن او الفترات اللي هي التسالي. ممكن افتح الفيسبوك، ممكن افتح تويتر، ممكن اشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا. فده من اول ما بنصحى لغايه ما بننام. انا خدتكم معايا ستيب باي ستيب، فما اعتقدش ان الملل هيقتلنا لو ملينا يومنا بانشطه وبحاجات ممكن نعملها. احنا مثلا متعودين ان بعد الغدا، لا سوري، ان اثناء العشاء الدينر بتاعنا نتفرج على فيلم سوا، فيلم لطيف مضحك كوميدي او اكشن احنا بنحبه، او افلام كرتون، جبنا افلام الكرتون بتاعت زمان خالص اللي كانوا بيتفرجوا عليها.
في فترة معينة أنا لازم أتصل ببابايا ومامتي في فترة معينة عشان يبقى الوقت مناسب ليهم، دي بتبقى عادة الصبح. كل واحد يعمل جدوله على حسب اللي يتناسب مع حياته وأهدافه وأسرته. أديكوا شايفين، لا فيها تزاور وفيها خروج في أضيق الحدود. لما بنلاقي حاجة نقصد في البيت بننزل نروح المحلات نشتريها، ممكن واحنا راجعين في مكان تريل ورانا زي غابة صغيرة كده، جنينة، بس مين لي غابة، يعني عندنا جنينة وعندنا غابة بنتمشى فيها بدون ما يبقى فيه اي اختلاط بيننا وبين اي حد. ايه تاني من الحاجات اللي انا لقيتها اونلاين والناس بتصوت وتشد شعرها منها؟ مفيش كحول يا جماعة، الازازة التلات خمسات بقت ب40 جنيه، الكلام ده مش محتاجين كحول. على فكرة اصول النظافة الاساسية هي اهم حاجة، ان احنا نغسل ايدينا كويس قوي 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 بالمية والصابون، والصابون صابون عادي، مجرد صابون عادي. ان احنا نستحمى، ان احنا دلوقتي مثلا اتعلمت انا والولاد ان احنا لما نيجي نتوضى نغسل الاماكن اللي احنا بنغسلها عادة بالصابون. يعني انا بغسل وشي بالصابون، تاني بغسل ايديا زي غسلة الجراحين لما بيغسلوا ايديهم لغاية كوعهم، حتى رجلي بغسلها بالصابون برضو. التنظيف الاسطح باخد ويت وايب، تاخدوا فوطة ومبلولة مية وصابون وخل، وامسحوا كل الاسطح وامسحوا اكباس النور وامسحوا الاوكر والبيبان وكل الاسطح اللي بنلمسها، وامسحوا الباب من بره ومن جوه. فالتنظيف العادي والمستمر كافي جدا جدا حتى مع وجود نقص الكحول، وان شاء الله الكحول هينزل في السوق ما تقلقوش. ايه تاني؟ مفيش ماسكات، البلد ما فيهاش ماسكات. عايزه اقول لكم الماسكات اذا ما كانتش 3M اللي هو احسن نوع اللي هو اضيق حاجه، ما بيحميش من هذا الفيروس. فالماسك النص ونص لاي كلام مش هو اللي بيحمي من الفيروس. ايه اللي ممكن يكون بديل للماسكات؟ مش ان احنا نعمل اي حاجه، ان احنا نحافظ على مسافه مترين، من متر ونص الى مترين بيننا وبين الاخرين، وما يبقاش فيه قرب شديد بيننا وبين الاخرين غير اهل بيتنا بس. يعني ما روحش عند جارتي وبقى قاعدة جنبها وبنتكلم وبنحكي وبنقزقز لب والكلام ده، لان هذا النوع من الفيروس بينتقل عن طريق الرذاذ، والرذاذ بينتقل عن طريق الكحة والعطس والتفتفة واحنا قاعدين بنتكلم كده. انا وانا قاعده عماله بكلمكم اكيد في رذاذ طالع مني. فنحاول نتجنب ونحط مسافه بيننا وبين الاخرين، وزي ما قلت لكم لو قعدنا في البيت اكبر وقت ممكن خلاص احنا بعيد عن التعامل مع الاخرين. دي كانت بعض الشكاوي والتعبيرات والحاجات اللي انا شفتها، ان الناس الحقونا ايه ده، وابتدى بقى ايه في ناس يصطادوا في المية العكرة وابتدوا يسخنوا الناس على اجراءات وحاجات وافعال غبية جدا جدا جدا. اهم حاجة في الفترة دي ان احنا نحافظ على هدوء انفسنا، وان احنا نحافظ على صحتنا النفسية والعقلية، وان احنا ما نجزعش ونزعق ونهلل. اهدوا، وكل واحد فينا يفكر في ايه اللي انا اقدر اعمله، ايه الحاجات اللي انا اقدر اسيطر عليها، وهو ده اللي احنا نركز عليه. لو في حاجات تانية قلقاكم بجد اكتبولي وخلونا نتكلم، وخلوني ادعبس وادور واجيب لكم المعلومة السليمة الصحيحة واشارككم فيها. يمكن اشوفكم بعد شوية.
is absolutely packed to the roof with help. Yeah. Top prize is $1,000. And of course, the admiration of your friends and neighbors. This is huge. I gotta call a band. We gotta practice. Oh my, I feel like this is a normal deck of cards. The only thing I did differently was update these two cards in the middle of it. Okay. Face down. And I was like to put the henna if you think it's black, or henna if you think it's red. But face down, don't look at the card. Okay. And stop once you get to the middle. Yeah, you do the first half. Once you get to the two cards in the middle, stop. When I'll tell you the next instructions. What? This is communism. No! It's ours. Oh, no. I dropped my tool. You mean our tools? Okay, now we've reached the next stage. This now becomes the red pile. If you think it's red, hotaya henna. And this now becomes the black pile. If you think it's black, hotaya henna. And do you know how it was before? If you thought it was red, hotaya henna. Now if you think it's black, hotaya henna. Do the same thing again. Okay. I just want to make it easier and less to flip it over, Diki. You thought all these were black, huh? Yep. Kabloom. Woo! Kabloom. Kabloom. Yani kunt sah? Yep. Yani my strategy kanat sah. Did you do it? Yeah. وحصل بقى حصل برضو نفس الحكاية. It's a trick. Yeah. يعني كل مرة هتطلع. Yep. يعني أنا لو كنت قررت. You know how? He showed you the first two cards. He said once you get to these two cards. No, I just switched the pile. No, أنا فكرت إنه هو حاطط أحمر وراها أسود. فالأحمر اللي هو حاططها اللي فوقها أسود. He probably, by the way, it didn't shuffle the deck. Yeah.